ان شاء الله جميله قوي. شكرا. ما نفتح لون الحمرة شوي؟ لا كده تمام عليك. لا لا شي، انا ما ابي بلاشر. ها شنو هذا؟ مو حلو؟ ريم شنو هذا؟ كيكة تبليل ماني مصدقة. عمري ليش تأخرتي؟ شلون ما تأخر؟ هذا أهم يوم بحياتك، لازم تكشخ. واي عمري ماني مصدقة، ماني مصدقة. وأنا بعد ماني مصدقة. بس لحظة شوف تشرفي راسك شوي. ريم وايد شنو يبلش بلشر شوي زيادة؟ لا أنا قلت لها ما أبي. الفريب البخور تأخرت يلا. يا معريف عين الله تراك والقمر والنجوم تمشي وراك. يا معريف الله تراك والقمر. يه يه نادي على ملفر. يا أنا موجودة. يا أنا بخرك. أنت اللي تبخرين، أنت الدنيا كلها. شنو هذا؟ آمال، آمال نادي. هي هي بشحمها ولحمها جايبت لي البخور. والله ما قصرتي. بسام عندي أنا. يا بعد عمري والله يا خيتي. ها شوفيني، هذا وجه واحد معرس. أقول بسام. هلا. يعني أنت متأكد تبي تخطب ريم وترتبط فيها بشكل رسمي؟ آمال أنت من صدق ولا قاعد تنكتين؟ هنا أنا قاعد زهب حالتي حالة عشان أروح أخطبها. إيش فيك؟ لا بس إحنا نبي نتأكد يعني، لأن أنا وأمي مصدومين. آمال ريم ما كانت مجرد بنت أعرفها، ريم هي حب حياتي كله. يعني أنا من أول ما شفتها في الجامعة وأنا مفتون فيها، ولقيت كل اللي كنت أدور عليه. يعني ريم، يعني صدق أنا كنت قبل أكلم وايد بنات ومو ماشية، بس يعني ترى ريم غير ريم. أنا وايد 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 أحبها، وايد مو شوية. يلا الله يهنيكم يا رب يسعدكم. وعلى فكرة ترى أمها دعيت لها، يا بختها راح تاخذ واحد مثلك. تلي يكون هبالك أنت أي واحد، أنت بسام الناجي يبا. تكفين أمي لا تخور عندهم وتقط حكي على أهلها على أم ريم. وريم تكفين ماني ناقص لسانها هطو، راح تدش وتين عليهم كلهم. تكفين ولك مني وعد. شفتي رفيجس اللي عندها مطعم؟ رفيجس اللي عندها مطعم ذيك مرة جت. إيش فيها؟ لها إعلانين فري. صحيح. اعلانين فري خالصه هذه. احلف والله العظيم اعلانين فري. وشفت رفيجه القزمه المتينه؟ اي منى صاحبه الكوكيز. ايش فيها؟ راح احرق الكوكيز كله بسناب وانستغرام، راح احرقه. بس عشان اكيد خارج. اكيد عشان مو تفشلني مثل كل مره. بس ابيش تركزين على امي حيل، خلي عينك بعينها بس عشان خاطري. ويا مريم عين الله تراك والقمر. تبين ابخرج؟ تبخرت وخلصت انا جاهزه. انت جاهزه؟ يلا هدى. هل هل يا هدى. هل تعالي الحين ما خلصتوا يبا؟ شنو هذا؟ والله واقفه معاهم من العصر. ان شاء الله يبا الحين يبا. ما يصير الضيوف جايين بالطريق. حاضر. لا تفشلونا. حاضر. ريم وينها؟ فوق قاعد تجهز. روحه؟ لا وياها نوف. اي زين نوف وياها البنات يعرفون حق بعض. انزل خشي لي شويه من اللحم اللي هناك. ها حاضر. من عيونك. حطوا السلطه عدل تكفى. اوه ثم الله. حاضر. يلا بس دير بالك على نفسك. مصيبة. ما يخافون من العمليات. عملية ورا عملية، عملية ورا عملية. وهي طعي طعي كانت شاذية هذه. طعي العيون والخشم. شحالاتها مصيبة. قوم
قوي امه؟ هلا امي. انا جيت. زين ايش اسوي لك يعني؟ سلمان وينه؟ سيارته برا. سلمان ادري حلنا سلمان. بس خلي جاب لها سحيل ام الخلاجين قاعد وياي يتعلق فوق. اللي انت الحين على هالسالفه يمه حاطه دوبك دوبهم ايش عليك منهم؟ لا والله على الاقل جاب لامه يشوف امي تبي شيء قاصر ناقص امي مريضه تعبانه تبي تروح مطعم تبي اكل تبي شيء ابدا كلش ولا كني موجوده بالبيت. يمه ترى على طول يمر عليك ويشوفك بس ما في شيء اذا جاب لمرته ترى بالاخير هذه بنت اختك. غلطة وغلطها قالتها ذكرى غلطة وندمانة. ما موضوعك هذا من سنتين وترى ما تغير شيء. هم مرتاحين وخليهم بحالهم بالاخير ترى بنت خالتنا ما شفنا منها الا كل خير. قلعتي انا عارفة ان اختي نحيسة ولئيمة شلي نقزني وطرت رحت خطبت بنتها حق ولدي. كل هذا اعناد في ابوك. ابي اعاند ابوك باي سالفة قمت وشبكت ولدي فيها. الريال طلقك من سنين وهذا هو ما يدري عنك ولا يدري عنه وهما مرتاحين وما شفنا منها لك الخير. انت اللي تحرشين فيها وانت من حياتك محامي علشان تدافع عنها. لا محامي ولا شيء بس صدق الحق ينقال ما شفت منها لك الخير ولا عمري سمعت حسها. لا والله صدق انت من اللي وازك علي؟ احد وازني عليك ولا شيء. شلون؟ لا والله موزوز انت احد وازك علي. ليش يمه ايش سويت؟ إيه هذا انت كل كلمة ثانية تقطون حشوتكم وروح تسوون الحق. روح 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 روح. ما لا تزعلي مني أنا أحبك وأنت تحبيني وما حد يوزني عليك. إيه عقب ما تقط الحشوة أنا أحبك وأنت تحبيني. يلا يلا روح روح تمام. روح روح. مالت عليكم. سلمان سلمان سمح حبيبي يلا قوم ساعة 9 قوم يلا. شنو الساعة 9 وايد طولت بالنوم يا حبيبي؟ شنو الساعة 9 ايه ليش ما خليتني نام ليل حزه حبيبتي؟ شو قاعدني الحين شلون انام بالليل؟ تبي صدق حبيبي شفتك وايد تعبان قلت خليك تنام ترتاح شوي. حتى امي ما قعدت معاها اليوم صدقين لازم كل يوم تقعد معاها. شلون ولا شيء حبيبي يلا قوم اغسل وجهك لما اقوم ازهب لك العشاء. ولا اقول ايش رايك نطلع نتعشى ويا بعض؟ تعشى ويا بعض؟ اي حبيبي ترى من زمان ما طلعنا ويا بعض واليوم ويكند الناس تطلع تتعشى وتشم هوا شوي. صح ترى ها الويكند اللي طاف قلت له مصدع وتعبان الويكند هذا ايش بتقول؟ ولا شيء نطلع نروح نتعشى برا اخذ شاور وابدل ونطلع بس ها ها نخلص قبلك حديت ايش طلعت مع ربعي. اتحداك اخلص قبلك وانزل بعد تحت. شوف يلا قوم يلا مو ترد تنام. لا لا قاعد قوم يلا قوم قاعد خلاص. اي ان شاء الله ان شاء الله خالتي انا شكو. يلا الحين اقول لها خمس دقائق خمس دقائق واحنا ننزل تحت ان شاء الله. بس قاعد احط اكسسوارات يلا باي. يلا شنو لازم ننزل الحين؟ اي امك تسوي لويا احس اني وايد خايفه. تخافين من شنو؟ شوفي صدق ان ام خطيبك نسره ما تنبلع بس طاف طاف مالك وايد نوف يكرهك على هالسوالف. قولي لي امي قالت لك كم واحده تحت؟ اي قالت لك ان بس امه واخته بس؟ اي بس والمسكينه امي طالبه عشاء حق مليون شخص. ريم ما اقترح لها السوالف
قومي خلينا نخلص، انا بروح حق امك بلا فيها خمس دقائق ما نزلتي ولا شيء. انت مني. اوكي حين حين. والله يا هلا يا هلا يا هلا فيك. هلا حبيبتي، هلا حياك الله. تفضل تفضلي. هلا خالتي شلونك؟ هلا يمه. هلا هلا حبيبتي. تفضلي تفضلي يا عمي. تفضلي. هلا والله تو ما نور البيت. يا حي الله من يانا. يا هلا والله يا هلا والله شرفتوني والله نورتوني. تعالي تعالي جيبي العصير بسرعه. احط العصير عن اذنكم دقيقه. اي خذي راحتك خذي راحتك. هلا 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 يا عمي. هلا هلا حبيبتي. تفضل تفضل يا عمي. تفضل. هاي ما شفيك؟ صح علي شو عرفتي من نفسه؟ ما عليه مو وقتها الحين. يلا روحي نادي ريم بسرعه بسرعه. يلا يمه يلا يلا. نقول يمه شنها فشلانه وانت جايين بروحنا، يعني المفروض نقول حق خالاتي وعماتي يجون معانا. مو لو اخوك ماخذ وحده على مزاجي كان شفت الكلية، بس دام هو معانتني يستاهل اللي يصير فيه. اي بس يما باكر تشرهون عليك ويقولون ليش ما قلتي؟ اقول تسكتين ولا اهدلك المكان الحين؟ انا بروحي مو بالعتهم. خلاص طيب شوف في احد الحين عنده هالقنفات؟ تشوفي الناس والله ما ادري هذول مأجرينهم ولا يصيرون لهم. حتى البوفيه يفشل، في احد يحط سخانين؟ خلاص يما يسمعونك. بسرعه بسرعه شوي 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 كمش فضحنا لا تبسين كعب. بعد شو اسوي شايف طولي ربع دولة؟ عجل يا ولدي غلطي. وين رايحين؟ يمه هلا خالتي. هلا امي. وين رايحين؟ بدي حطي طالعين يمه. عاد كنا بنقول لك بس كنا يمكن نايمه ما حبينا نزعجك. انام هالحزه؟ ليش جايه انا؟ والله زين تذكرت ان عندك ام وان انت ساكن عندها في البيت. ايش تهوي يمه؟ عاد انت تدرين انا متعود كل يوم اقعد عندك لا واتعشى معاك بعد. بس اخر الاسبوع وتعبان حطيت راسي نمت كانت تروح علي نومه. اي عليك بالعافيه يا يمه. انا ادري فيك انت انت ولد بار كل يوم تتعشى معاي وتتفقد تشوف امك ايش تبي ايش ما تبي. بس ما جاوبتني يا ولد البار. وين بتروحون؟ ودي حطي. ماكو بنروح نتعشى ونرجع. الحزة؟ هي خالتي ترى تو الناس توها الساعة 10. الساعة 10 تطلعون؟ اي على الساعة كم تردون؟ انتم مراهقين لا تنسون ترى انتم الزوجين. ماشي ايش ورانا ترى باكر ويكند يمه. باكر ويكند؟ وي كان قلت لك كان ذكرتني ما ادري انا دام انه ويكند عيل نطروني اجيب عباتي واروح معاكم. كاهي كاهي عباتي. يلا يما ناطرينك. انا موتي امي خليها قاعده انا شوي. بعدين معك ما تتكلم تحجر. شو تسمع علي؟ ابى اطلع معك ابي اخذ وقتي معك. انت ايش بيش وهذه بعد خالتك مو غريبه. واذا خالتك فيها يعني لازم ناشبتني بكل مكان. عسى ما تاخرت عليكم. لا بالعكس خالتي. لا ما تاخرت يمه. اي والله عتوني عاتب سلمان اقول ايش ما قلت حق خالتي مسكينه مره عوده قاعده بروحها بالغرفه كان قلت تتعشى معانا بس هو الله يسامحه هو السبب. يلا يلا شكور عجيب. حياك خالتي حياك. يلا يمه يلا يلا امشي. عارف هذا البيت ولا مو هذا؟ الو امول انا برا ما ادري اذا هذا البيت ولا لا طلع لي برا. يلا يلا وين الصلاه.
خالتي. هلا والله. اهلا وين هلا ريم. شنو هالكشخة؟ شنو هالحلاوة؟ بس 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 لا تجاملين زيادة عن اللزوم. لا اله الا الله ما شاء الله. حبيبتي روحي قعدي قعدي هناك. حبيبتي روحي قعدي وياها. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا حلالها امال تهبل الدش القلب. حبيبتي والله معيله. حتى احنا والله نهبل وندش القلب. وولدي بسام الف بنت تتمنى. يلا يلا تاخرنا زين. هو لحظه لحظه قبل تدشين شنو؟ لحظه قبل لا ندش قولي لي شنو الوضع داخل مع امي ليكون بعد قطه كلام او شيء. قلت لك لا تحاتي الموضوع عندي. ما تعرف امي يعني؟ لا تحطم على الديكور، تحطم على المعازيم، كلها مو عاجبها، بس قلت له خلاص الموضوع عندي. يا ما ودعش وصار لي ساعه انا قاعد بالريايل حاط ايدي على قلبي، قلت بعد انت امي تعرفينها، قلت يمكن قطت كلام على ريم وامها ماني ناقص. انا ايش قلت لك بالبيت؟ الموضوع عندي لا تحاتي، يلا خلاص. زين لحظه، قولي لي ابي ريم شلونها حلوه؟ هي تهبل شنها قمر. قايل لك شفتي اختياراتي كلها نار. زين النسفه تمام قبل اندش؟ شوف شوف النسفه. هذا وانت بلوجر؟ ها لا شو نزلها كلها؟ اي نزلها كذي بس ما عرفت شنو فيها. كنا اول يوم العيد الله يهداك. يلا مسكر هذا. انزين يلا يلا دش دش الحين مسكر. يلا بنات ترى المعرس بدش. اي حبيبتي حياها الله حياها الله. حياك حياك بسام تعال. حياك حياك يما. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. لا 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 لا. تفضل. شلون تريم؟ زينة. قعدوا 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 تفضل. أو شنو هذا؟ زين ياهل بالروضة حاطين. هادية حلوة. لا يما مو حلوة. لا لا أو ايش فيك؟ هذه يما زينة؟ إي هذه زينة. إي هذه هذه المكان الكل حاطة. تفضل يما. شكون المشكلة؟ العفو يما. الأول رنة تقول مطافي لرن التليفون. طلبات طلبات. حبيبتي إيش رأيك بالمطعم؟ خليه الاكل تاكل بعدين اسالها اقول لها ايش رايك؟ الايمان قصدي يعني كجو عام ايش رايكم بالمكان يعني؟ هادي وحلو. تاخروا بقى قال الحين بيوني اطالب لكم خوش عشاء. باجي يما هذا الاكل. هذا الاكل؟ اي ليش؟ الحين مصبريننا ومصومينا على هالاكل؟ شنو هذا؟ انا ماني خابرتك انت حزر بخيل. شو هالاكل يا يما؟ اي يما ايش فيه؟ ما في شيء ترى زين؟
يا ويلي يمه يمه يا الزفره يمه يا الزفره. انا بفهم والله من اللي قايل لك من اللي اختار عليك ان نبني هالمطعم اللي يلوع الجن. يمه هذا كله فيه سمك. سمك يا يمه السمك بابا يحطوا له بهارات يتبلونه مو كذي الزفره شايله. واي استغفر الله شلون تاكلونه شلون تاكلونه. من عذر ولدي مدوده دودهته تفرفر تفرفر من مكان لمكان. طلع على امك من مكان لمكان تفرفرين لين ذبحت ابوك. خالتي ايش فيك علي؟ انا ما قلت شيء. بعدين ترى امي هي اختك الوحيده لا تصفي عنا كذي. ليش العجي مو عاجبك؟ تعالي علميني بعد شلون اتحكى. يا يمه يا بعد عمري صلى على النبي هاله ترى جاي نستانس بوقت هالسوالف. يمه كال الحين جربي انت ان شاء الله يوز لك يمه كهذي. شنو هالاكل هذا؟ لو تعطي حق الطاب والشارع ما ياكلونه. يمه انت جربيه بالاول يا بعد عمري. جربي قاطب علي. ولا اقول له خليه يبلي بيض وطماط قول له. يمه بيض وطماط هني ما يسوون بيض وطماط. وما احسن من هالاكل لو الجب. علامكم بتأخرتوا ايش فيكم؟ اسكت اسكت اكرمنا بسكوتك. انت ما شفت اللي انا شفته. يفشلون يفشلون هيلك بمعنى الكلمة. انا يصير فيني كذي بموت بموت من القهر. اقول بس تمام لا تنسى الوعد اللي وعدتني اياه امس. انا قبضت امي ترى. هاي بامول شلونك؟ انت ليش تسألها؟ اسألني انا مو بعينك قاعدة ابجور انا قاعدة. اسألني انا. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا يبا وانت رايك واضح بس انا بعرف انت ليش زعلانة كذي. زعلانة؟ اسأل ولدك. آخر عمرنا نروح الناس بناس من مواخذنا. إيه ما يعجبه كلامي ما يعجبه كلامي لأن دايماً إيه تشحن علي هذه سوالف عشان تعرف إحنا بالناس منه وعشان تعرف إحنا بناخذ منه. هذا ولدي؟ لا مو ولدي. ولدي ما كان يسوي كذي. من عرفها وهو كذي متغير. زين كذي يمه كدرتي بيوم فرحته. سكتي انتي عني الثانية؟ يا سلام ما لا داعي تسممين الولد بهالكلام الجارح مثل هاليوم. Na 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 na
هلا والله. لا حلو. يلا يا بنات يلا عاد مو كل يوم تأخير. يما أنا أول وحدة خلصت. الله يا بناتي أنتي أحسن وحدة بخواتك. روحي ناديهم عشان لا نتأخر. إن شاء الله. يما أنا خلص بس بقى شعري. يما وأنتي كل يوم هالموال هذا نفسه؟ ليش يا يما؟ أنتي بنية ما يصير المشط ما يلمس شعرك كلش. يما أنت كل يوم تقولي لي نفس الكلام وكل يوم أحلف لك إني ما شطته وهذا شعري كذي من الله. بس يا يما انتي كبرتي الحين لازم انتي تمشطين شعرك وانتي تستنعينه صح ولا لا؟ يما يعني دلعي لي بس شوي. ها يما ميلا احنا بغرفتها ما بدلت. وي من صجها هذه بتيندني خلاص. تعالوا اعطيني اشوف. يلا يا يما قاعده اكلي لك شيء. ايه يلا قاعده. ميو ثول انا مو مقعدتك قبل شوي وقمتي ليش راده نايمه مره ثانيه؟ يلا قومي لا يروح عليكم الباص والطر انا اوصلكم وانا اتاخر على دوامي بعد. يما عافيه بغيب اليوم راسي يعورني. يما راسك يعورك من السهر وقله النوم عشان كذي اقول لك بالليل نامي مبكر. انا مو ياهله نام مبكر نفس خواتي. زين يا كبيره زين يا سندي يلا قومي يهم يلا قومي. زين بقوم انتي روحي انا جاي وراك. ماني متحركه من مكاني الا لما تفزين من فراشك. اوف اوف. منى يما مو مثل كل يوم تردين الاكل نفس ما هو، لازم تاكلين وتلهين باللعب وتخلين اكلك طول النهار مو ماكله شيء تيني. ان شاء الله يما. وانتي مياسة بيش تقولين حق مدرسة الدين كم حطت لك بالتسميع؟ مو تقولي لي نسيت عشان إذا درجتك نازلة أقول لها سمع لك مرة ثانية. زين؟ عفية على الشاطرة. مي شو السالفة يا مي؟ وينك؟ زرعتي خواصك؟ كاني يما كاني شنو الواحد ما يرتاح؟ شنو هذا اللي حطته على شفايفك؟ يما انت شفيك علي؟ بعدين ترى لونه طبيعي وانت تدرين شفايفي اللي حط يتشققون يما. ما يتشققون ولا شيء. يما ترى الباص عيط بهالدقيقة. كاهو دقهرن الباص دقهرن صج بهالدقيقة. يلا هو يلا يما قومي تعالي. أسرع تأخرنا.
ما ادري طول الوقت ايش تسوين. يه 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 شل كشخل ويه يا نور، الا ببين حق الكل ترى توني مخطوبه من بسام. اوه نوف لا تحرجيني. لا والله صدقش حالاتك تهبلين، انت صايره خبر الموسم اصلا. تهجين عرفوا بالخبر؟ انت من صدقك؟ انت مو شايفه الواتساب ولا شنو؟ نوف كني اخاف اروح الجامعه. ليش؟ وين الغلط بالموضوع؟ شو مسويه انت؟ مخطوبه من بسام واللي ما عاجبه يطق راسه بالطوفه، الحين نمشي ولا ما نمشي؟ ترى اخرتينا وايد. اوكي. عليك الليل وانا انا لا 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 لا. الله الله شو الصوت الحلو شددنا. صباح الخير. صباح الخير. شلونك اخت ناديه؟ الحمد لله بخير. الله يخليك، انا شفت البنات الصبح ظليت وياهم لين صعدوا الباص وراحوا بسلامه. ما تقصر، هذا من اصلك الطيب. الله يخليك، وانت بعد جمالك مغرقتنا لينها. لا عفا عليك، لا تقول هالحكي. ما بيننا جمايل، الا قول لي بسمه بنيتك شلونها؟ عسى مو ناقصها شيء بالمدرسه ولا تبي اغراض؟ والله تدرين بعد هاي المدارس تحتاج لها شويه غراض، وانت كريم واحنا نستاهل. من عيوني ان شاء الله وانا راده بسحب لها المكسوم. يلا خلنا نروح. الله يسلم عيونك. عندنا مدير نحيس يحاسبنا عن دقيقه. الله يحفظك، الله وياك. الو. ايه عرفتك، خير ان شاء الله. شنو؟ سمعت اني خطبت بتاكدها من الخبر؟ وانت شكو؟ اقول لازم حدودك يلا وارتاحي حبيبتي، انا خطبت وزواجي قريب بعد. يلا يلا قلبي وجهك. بعد ما بقى لها الاشكال نتزوجها. جمالو لو عيونه لو مسحي عدل تك على الممسحة حيل. مدام I don't understand Arabic, speak English. حول ولا قوة إلا بالله، هذه اللي بتجنني. الباب يطقونه ما تسمعين صمخة أنت صمخة. أوكي مدام أوكي. سلام مدام. أي سلام مدام، ساعة لما تفتحين الباب ذبحتيني. وهاي منك. إي والله أقول روحي سوي لنا شاي شاي. يلا في مدام؟ اي تي 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 يلا روحي. تعورين قلبك. السلام عليكم. هلا عليكم السلام. هلا شلونك؟ هلا حبيبتي. هلا هلا فيك. هلا بخور السوق. هلا بشمعة الفريج حبيبتي زهرة. اقول لك شلون؟ هلا الله يسلمك. هذه ايش فيها مطقرة؟ عوض ما يعجبهم عجب. وهي معودة إذا حالها دامها كذي هذه رديها المكتب. إيه واخذي فلوسها ولا وفوقها بعد يعطونك زيادة. ترى الحين المسترجعة أغلى من الجديد. إيه كيفي هو بمزاجي. سلمان مو راضي، اقول له ردها المكتب ما بيها. كان يقول لي يما ترى ذبحتيني كل ساعه انا جاي بخدامه حق هالبيت، رايح راد على هذا مكاتب الاوت الخدم. صبري عليها وما يخالف تصير زينه. هذا انا صابره قادره اتحكى، ما اقدر اتحكى. يا معوده وين تلقى احسن من هالبيت؟ لا في عزايم لا في لويا لا في اهال، يعني ما ادري شلون صايره. لو تشوفين هذه يا رتم عبد اللطيف. الله لا يورد، ناس داشه وناس طالعه، عزايم وكراف، موتينهم موت الله يسلمك، مو معطينهم مجال يتحركون. اي صدقين؟ يعني بصراحه احسن من بيتكم، صخه ما في احد. والله وانت صادقه صخه. دستي على الجرح، جيتيني دستيني دوست على الجرح. لو هالعوبه هذه تجيب لنا ظنه، شويه البيت يصير فيه واق ويق، نبي ازعاج، صخه كلش، تقولين قاعدين بصحراء. إيه الله يرزقكم يا أخيتي، الله يرزقها إن شاء الله. اللهم آمين 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 يا رب.
تعالي هني. وين بتروحين على بالك؟ ما اقدر اصيدك. انت مره ثانيه؟ ثانيه وثالثه ورابعه و16 بعد اذا مو عاجبك. مني انا ماكو فك يا نادين. مني انا ماكو فك الا ما دفعتك الثمن غالي، ماني محمود. انا سويت؟ ترى انا ما سويت فيك شيء. محمود انت اللي سويت بنفسك، انت اللي طغيت يا محمود. حرمتيني من بناتي وحرمتيهم من ابوهم، وتقولي لي هذه مو سوات عوده، شنو سوات العوده بنظرك؟ بناتك؟ بناتك يخافون منك، يخافون منك. اطبلي قدامهم وتهيني قدامهم وتكسر البيت، بناتك يخافون ما يبون يعيشون معاهم. تدرين ان هالشيء هذا مو مني، انا ما كنت بوعي، مو مني يا ناديه، مو مني. مو مهم، انت اللي سويته هذا كله بحياتنا، خرب كل شيء علينا. انا تغيرت، انا قاعد اتعالج عند دكتور نفسي، والله العظيم انا صرت زين. انا من حقي اني اعيش مع بناتي، من حقي اني المكم. انت اعطيني فرصه ثانيه، ليش ما تعطيني؟ اعطيتك فرصة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة، ايش كان يصير؟ لما ترد أسوأ من الأول. تكفى اتركني أنا وبناتي، خلينا نعيش بهدوء، أربي بناتي، تكفى بدون مشاكل. أنت ليش مو راضي تسمعيني؟ ليش مو راضي؟ أنا تغيرت خلاص، قاعد أقول لك أنا تغيرت. هديت ما راح أهدك، أنت ملكي، أنت زوجتي، أنت وبناتي. أنت ضلقتني ما في شيء. ما راح أهدك، فاهم ولا لا؟ فاهم ولا لا؟ وين قاعد؟ نادية يوزي من الاعناد كلمني انا. ما اكلمك انت منو؟ هذه مرتي. لا مو مرته، والله مطلقني، والله مو مرته. حتى لو مرتك ما تكلمها كذي قدام الناس. ناديه لا تعاندي، ليه متها الاعناد؟ قاعد اقول لك كلمني، لا طالعها ما لك شغل. يبا خلص، حرك حرك حرك، توكل على الله. دوات عندي، ان ما ربيتك ماني معك. توكل على الله. يلا ذيف. انت تمام ناديه؟ اي انا زينه. اذا خلاص امشي داخل عيل. لا ما اقدر، انت ما تعرف هذا. عادي يجيني الدوام ويفشلني قدام اللي يسوى والما يسوى، انا لازم امشي شيء. زين خلاص انت رايحه بالسياره الحين، رايحه بالسياره بعدين ندخل سوا. Thank you.